معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من أربيل المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش. مرحبا بك شيخ فائز. إذا أحد المسؤولين في مجلس الوزراء قال إن الخدمات في حزام مناطق حزام بغداد تحتاج إلى ثلث موازنة العراق، أين تذهب إذا مخصصات الخدمات طوال هذه السنين؟ أولا تحية إليك وإلى كادر قناة الرافدين وإلى جميع مشاهدي قناة الرافدين وإلى جميع الأحرار الرافضين للعبودية وسرقة أموال العراق في العراق والأمة العربية. ما حصل في العراق طيلة إنشاء هذه العملية السياسية منذ 2003 ولغاية الآن، وباعتراف أكثر السياسيين بسرقة الأموال، تارة يقولون بتقاسم الكعكة، تارة الأغلبية تقول بأننا كلنا فاسدين ويجب على الشعب العراقي أن يسحق حسب كلام محمود المشهداني وحساسة العراق لأنهم يعيدون انتخابنا. أعتقد المطالبة والتظاهرات هي حق مشروع ومقبول بجميع الأنظمة التي تحكم العراق، وهي القوانين الشرعية والقوانين الدولية والأعراف الاجتماعية. لكن ما يدور الآن خلال هذه الفترة بعد 14 عام وما يدور من مظاهرات للمطالبة بحقوق، لا يعقل لدى كل عاقل في العالم أن تطالب مجموعة سرقت أموال العراق وقتلت أبنائي وشردت أبنائي وخربت مؤسسات الدولة العراقية وشرعنت هيمنة إيران على جميع مفاصل الدولة العراقية وميليشياتها، أن تطالب نفس الجهة بإصلاح الوضع بعد 14 عام. المهم هو والمطلوب هو إدامة التظاهرات واعتصامات دائمة والمطالبة بإلغاء جميع مخلفات الاحتلال بعد 2003، أي إسقاط العملية السياسية، ومطالبة الأمريكان مثل ما احتلوا العراق أن يكونوا هم مسؤولين لأنهم احتلوا العراق وهم تركوا العراق بيعة لإيران، وبالتالي كل ما يجري من انتخابات هي التفاف على عقول السبلج من العراقيين وخلق مسرحيات كل ما تأتي انتخابات بعد 4 سنوات ولا فائدة في هذه العملية السياسية وفي شخوصها وحتى في من يستحق بالجديد، لأن التغيير ليس بالأشكال والوجوه الكالحة بل إنما التغيير بإنهاء جميع مخلفات الاحتلال وإنهاء هيمنة إيران على العراق وعلى العملية الانتخابية في العراق. طيب شيخ فائز، كيف تصف استغلال المرشحين الآن الحالة المتردية للخدمات في البلاد لتقديم ما وصفه الناشطون برشاوى انتخابية مثل تمهيد طرق وإدخال المياه وبعض الخدمات لأغراض انتخابية؟ يعني أولا الانتخابات لم يبقى منها أعتقد حدود شهر ونصف أو شهرين، وهذه الفترة التي يدعي بها بعض السياسيين بأبناء هذه المناطق بأنها هي عارية من الصحة وأكاذيب والتفاف على عقول الناس. الحل يكمن ويجب على الشعب العراقي أن يعني بأن هؤلاء السياسيين وعودهم كاذبة خلال 14 عام فلن يكونوا صادقين خلال شهر ونص، إعادة أموال العراق من السراق والفاسدين وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة المستشفيات ومؤسسات التعليمية وبقية الخدمات. هذه التفاف ولا يجوز للشعب العراقي أن يثق بهذه الوجوه الكادحة وأن يؤمن بأن التغيير بتغيير الوجوه، لأن المشروع السياسي مهيمن عليهم قبل إيران، وقد تكون الأسماء قد ترشحت من إيران قبل أيام وحتى أعضاء مجلس المحافظات، لأن أما هذه الانتخابات هي إيصال رسالة وهمية للرأي العام الدولي بأن هناك يوجد ديمقراطية عراقية وبأيدي عراقية وليس بهيمنة إيرانية. أشكرك شكرا جزيلا. من أربيل المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش.